برحب بسيادة سفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وحمد لله على السلامة سيادة السفير. مساء الخير استاذ عمرو، سفير الله يا فندم، يسلمك. كله تمام الحمد لله. يعني زيارة ناجحة، احنا كلنا تابعنا ما تم يعني الاتفاق عليه والمشروعات، ولكن حابب اعرف من حضرتك يعني اهم مدار يعني حتى من انطباعات في الكواليس كانت ازاي؟ وبس عشان اعرف الناس اهمية هذه اتفضل. المبادرة، احنا زي ما رئيس الوزراء قال في كلمته النهارده، التكامل بين الدول العربية وتحقيق الاعتماد المتبادل ده كان هدف قديم جدا يعود الى تاريخ انشاء جامعة الدول العربية نفسها سنة 1945. الميثاق بتاع الجامعة نص في احد بنوده على ان من اغراض انشاء هذه الجامعة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية. وعلى مدار هذه الفترة بقى من سنة 1945 لغاية دلوقتي كان في محاولات ومحاولات من تحقيق التكامل، طبعا معظمها لم ينل يعني نصيب او قسط وافر من النجاح، لان دايما كنت بقول ان المحاولات دي كان الكلام فيها اسبق واكبر من الفعل، كنا بنقعد نتكلم عن احلام وطموحات حقيقي ونيجي ساعة التنفيذ الفعلي ما يحصلش شيء. وده اللي بيجعل هذه المبادرة مختلفة عن هذه المبادرة التي تم التوقيع عليها اليوم بين مصر والأردن والإمارات. دي نتاج فعل وعمل تم في الكواليس لم نعلن عنه على مدار الشهر الماضي. تمت دراسات وافية ومدققة لأوضاع الاقتصادية في الدول الثلاث. وضعنا يدنا على القطاعات التي نستطيع أن ننشئ فيها استثمارات تكون مفيدة للدول الثلاث. الاستثمارات دي في القطاعات اللي الدول محتاجاها بالفعل، التصنيع الغذائي، الزراعة والأسمدة، قطاع المعادن، قطاع البتروكيماويات، قطاع المنسوجات. عظيم. حددوا خمس، والأدوية طبعا، حددوا هذه القطاعات الخمسة كأولوية هتنشأ فيها مشروعات مشتركة. بعض هذه المشروعات سيقام في الإمارات، بعضها الآخر سيقام في مصر، البعض الثالث في الأردن. الأردن. هناك تمويل مرصود لهذه المبادرة من شركة أبو ظبي القابضة حوالي 10 مليار دولار، وجه بهم سمو الشيخ محمد بن زايد بتخصيص هذا المبلغ ل يعني تكاليف إقامة الاستثمارات والمشروعات في الدول الثلاث. عظيم نحن جدا. الآن في وضع دولي لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجه هذه الأزمة، وده اللي خلى التكامل والترابط والسعي للتعاون والعمل الجماعي خلاه يعني له حاجة ماسة في هذا التوقيت. عظيم. طيب هنا اعتقد ان ما يتم الاتفاق عليه مسألة التنفيذ هي مسألة غير قابلة للنقاش فن. لا طبعا، يعني زي ما قلت لك الفعل في هذه المبادرة سابق واكثر قوة من الكلام. احنا يعني ناقشنا ودرسنا ثم اليوم اعلنا، فالتنفيذ هيبدأ على الفور لأن المشروعات تم تحديدها بالفعل، القطاعات تم تحديدها هي القطاعات الخمسة اللي ليها الأولوية، والمشروعات المحددة تم أيضا تحديدها وتحديد أي الدول يمكن أن تقام فيها أي مشروع. يعني مثلا في مصر نقيم صناعات دوائية للاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، في الأردن نقيم صناعات أخرى تستفيد وتوظف الميزات النسبية لدى الأردن. صحيح. فالتنفيذ فوري لأن قادة الدول الثلاث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سمو الشيخ محمد بن زايد يتابعون هذه المبادرة بأنفسهم، لأن هذه المبادرة نشأت في الأصل من يعني كنتاج للقائهم الثلاثي. صحيح. اللي عقد في القاهرة في شهر رمضان الماضي لما استضاف سيادة الرئيس أخويه ملك الأردن ورئيس دولة الإمارات العربية، واتفقوا الثلاثة على ضرورة العمل الجماعي في هذه المرحلة لمواجهة الظرف العالمي اللي بيشهده العالم كله. فالتنفيذ قادم والتنفيذ ثوري، وهناك لجنة متابعة من الوزراء، وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث، لجنة تنسيقية عليا ستتابع التنفيذ تحت إشراف طبعا رؤساء الوزراء في الدول. عظيم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. خطوة أكيد مهمة جدا في إطار التكامل الثلاثي المصري الإماراتي الأردني، وإن شاء الله كمان يعني نتمنى أن نشوف أيضا تكامل مماثل برضو، أو هذا التكامل يكبر يضم قوى عربية أخرى، يضم العراق، يضم المملكة العربية السعودية، يضم دول أخرى وكيانات عربية أخرى، لأن أكيد
هذا التعاون هيبقى ليه مردود على المواطن العربي بشكل عام وأينما كان.